لو ما شفتش الجزء اللي فات والأجزاء اللي فاتت من حكاية لوفي فروح اتفرج عليها دلوقتي عشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي كملنا مع بعض أحداث تقن قبعة القش داخل جزيرة البنك هازارد، وشفنا خطة ترافالجر لو في القبض على سيزر ومحاولة أعضاء الطاقم ولو إنهم يقبضوا على سيزر، وشفنا تجارب سيزر والأسلحة اللي بيصنعها واللي دوفلامينجو بيبيعها في السوق السوداء، وشفنا القتالات القوية جدا اللي حصلت جوه المختبر من أجل القبض على سيزر، واللي انتهت بإن ترافالجر لو دمر مصنع الإس إي دي، مصنع فواكه الشيطان اللي داخل جزيرة البنك هازارد، وكمان هزم فيرجو، وكمان قدر لوفي انه يهزم سيزر ويخلص عليه ويتخلص من شره. وعرفنا بعد كده الخطة اللي بيخطط لها ترافالجر لو، وان هو يوقف تصنيع الاسلحة بتاعت دوفلامينجو اللي بتتصدر لكايدو. وشفنا بعد كده ان لوفي واعضاء طاقم قبعة القش وترافالجر لو اتحركوا من جزيرة البنك هازارد بعد ما اخدوا سيزر كرهينة، وكمان تهديد ترافالجر لو لدوفلامينجو وان هو يتخلى عن منصبه كشيتشوبوكاي، وكمان يتخلى عن حكم ديس لوزا مقابل ان هو يرجع له سيزر مرة تانية. ولكن يا ترى هل هيستغنى دوفلامينجو عن منصبه فعلا ويعمل زي ما ترافالجر لو قال له ولا ايه اللي هيحصل؟ تعالوا بينا نعرف مع بعضينا ونكمل بقية الحكاية. بعد خروج طاقم قبعة القش من جزيرة البنك هازارد وتهديد ترافالجر لو لدوفلامينجو ان هو يتخلى عن منصبه كشيتشوبوكاي ويتخلى عن حكم ديس لوزا واعطائه مهلة 8 ساعات، بتمر فعلا ال 8 ساعات اللي كان مديها ترافالجر لو لدوفلامينجو، وبتنتشر اخبار في العالم كله بتخلي دوفلامينجو عن منصبه كشيتشوبوكاي وكمان تخليه عن حكم ديس لوزا. كل الاشخاص اللي في العالم مصدومين ومش مصدقين ان دوفلامينجو يتخلى عن منصبه بالسهولة ديت، وخاصة اهل ديس لوزا اللي مش مصدقين ان الحاكم بتاعهم ما بقاش الحاكم بتاعهم. دوفلامينجو بيتكلم مع ترافالجر عن طريق حلزون الاتصال وبيقول له ان هو كده عمل الحاجه اللي قال له عليها وان هو دلوقتي يسلم له سيزر كلاون زي ما اتفقوا. ترافالجر لو بيقول لدوفلامينجو ان هو لسه عند الوعد بتاعه وان هو هيسلمه سيزر كلاون عند جسر معين موجود في جزيره ديس لوزا. دوفلامينجو بيقول لترافالجر لو ان هو هيستناه، وبيقول له كمان ان هو ما ينساش انه يجيب طاقم قبعه القش معاه وخاصه لوفي، لانه محضر لوفي مفاجاه هتعجبه. لوفي بياخد حلزون الاتصال من ترافالجر لو وبيقول لدوفلامينجو ان هو هيجي له دلوقتي على جزيره ديس لوزا وهيهزمه زي هزم التابع بتاعه سيزر كلاون. دوفلامينجو بيقول لوفي ان هو هيستناه لان هو محضر له مفاجاه رائعه جدا هتعجبه، وبعدها بينتهي الاتصال. كينمون بيبدا انه يتكلم وبيقول لاعضاء الطاقم ان هو هيروح معاهم هو كمان لجزيره ديس لوزا عشان في واحد من اصدقائه محبوس هناك وهو هيروح عشان يحرره، وبيستعد بعد كده كل الاشخاص اللي موجودين على السفينه وبيبداوا ان هم يتحركوا لحد ما اخيرا بيوصلوا لجزيره ديس لوزا. جزيره ديس لوزا اللي تعتبر جزيره من اجمل الجزر بسبب الروائح والاشكال الجميله اللي موجوده داخل الجزيره، وبسبب كمان الثقافه بتاعت اهل الجزيره. ولكن الحاجه الغريبه اللي موجوده جوه الجزيره هو ان في دومه، والدومه ديت مش دومه عاديه، لا دي دومه بتتكلم زي البشر وكمان عندها مشاعر زي البشر ولكنهم كانوا بشر اصلا. اعضاء الطاقم بينزلوا من على السفينه بتاعتهم، وبيبدا ترافالجر لو ان هو يتكلم ويقول لهم على الخطه بتاعته. ترافالجر لو بيبدا انه يتكلم وبيقول لهم ان اهم حاجه دلوقتي انهم يدمروا مصنع الاس اي دي، ولكن من غير ما يلفتوا اي انتباه لانهم مش عايزين يدخلوا في مشاكل ولا يدخلوا في اقتلاد ضد الدوفلامينجو، وان هم دلوقتي هيتقسموا ثلاث مجموعات، مجموعه تفضل قاعده على السفينه عشان تحرس السفينه، ومجموعه تروح عشان تدور على مصنع الاس اي دي وتدمره، ومجموعه تروح عشان تسلم سيزر كلاوين، وان مهما حصل لازم ينفذوا الخطه بتاعتهم ديت في اسرع وقت ومن غير ما يلفتوا الانتباه لانهم مش عايزين يتورطوا في مشاكل. وبتبدا المجموعه الاولى المسؤوله عن تدمير مصنع الاس اي دي انها تدخل للجزيره، واللي بتكون متكونه من زورو وكمان فرانكي ولوفي وكينمون وسانج. لوفي واللي معاه بيبداوا ان هم يتحركوا في الجزيره بعد ما اتنكروا، وبيدخلوا كلهم لاحد الحانات عشان يعرفوا بعض المعلومات عن مصنع الاس اي دي. وفي الحانه بيكون في راجل اعمى قاعد عمال يلعب بعض الالعاب مع احد المجرمين اللي موجودين في الحانه، وبيكون الراجل الاعمى بيكسب في اللعبه اللي عمال يلعبها، ولكن المجرمين بيستغلوا ان هو اعمى وبيقولوا له ان هو خسر وبيخلوه يدفع الفلوس اللي معاه. ولكن لوفي بيقول للراجل الاعمى ان هو بيكسب وان المجرمين دول بيخدعوه، فبيضايق المجرمين جدا من لوفي وبيكونوا عايزين يهاجموه. ولكن الراجل الاعمى بيطلع السيف بتاعه، وفجاه بيبدا المجرمين انهم يحسوا بضغط عالي جدا وبقوه عاليه جدا لحد ما بيلزقوا كلهم في الارض وبيتهزموا كلهم. لوفي واللي معاه بيتصدموا كلهم بعد ما بيعرفوا ان الراجل دوت قوي جدا، وبيكونوا مش مصدقين ان الراجل اعمى زيه عنده القوه ديت. ولكن قبل ما بيفكر لوفي واللي معاه هو مين الشخص دوت، بيتكلم زورو وبيقول ان في واحد من السيوف بتاعه الثلاثه اختفى ومش عارف هو راح فين، وكمان كل الاشخاص اللي في الحانه الحاجات بتاعتهم بتختفي وبيكونوا مش عارفين هي راحت فين. ولكن واحد من الدوما بيبدا انه يتكلم وبيقول لكل الاشخاص اللي موجودين في الحانة
الشاحنه ان الحاجات بتاعتهم اتسرقت وان اللي سرقها هم الجنيات وانهم هم اللي بيسرقوا الحاجات بتاعت الناس. زورو فعلا بيبص وبيلاقي ان السيف بتاعه بيتحرك لوحده، فبيطلع زورو يجري ورا السيف بتاعه عشان يرجعه مره تانية. كينمون وسانجي بيبداوا انهم يجروا ورا زورو هما كمان عشان يساعدوا زورو في انه يرجع السيف بتاعه، وكمان عشان ما يكشفوش الخطه بتاعتهم. زورو بيفضل يجري ورا السيف بتاعه لحد ما كينمون بيتوه عن سانجي وبيتوه عن زورو وبيكون مش عارف يروح فين، وسانجي هو كمان بيتوه عن زورو وبيقف قدام احد المغنيات اللي موجوده في الشارع وبيبدا ان هو يتفرج عليها. المغنيه بتبدا انها تقدم العرض بتاعها وبيكون سانجي مبهور جدا بيها، وبعد ما بتخلص المغنيه الغنى بتاعها بتروح لسانجي وبتقول له انها عايزه مساعدته، وبتتكلم المغنيه واللي اتضح ان اسمها فايلت مع سانجي وبتقول له انها عايزه مساعدته في قتل بعض المجرمين اللي هما بيضايقوها. وطبعا سانجي بينسى الخطه وبينسى زورو وبينسى كل حاجه وبيقول لفايلت ان هو هيساعدها وبيمشي معاها عشان يروح للمجرمين اللي هي هتقول له عليهم عشان يقتلهم. وبنرجع تاني لوفي وفرانكي اللي بيكونوا اخذوا واحد من المجرمين اللي هزمهم الراجل الاعمى وبيحاولوا انهم يعرفوا منه بعض المعلومات عن مصنع الاس اي دي، ولكن المجرم بيقول لهم ان هو ما يعرفش اي حاجه عن مصنع الاس اي دي وما يعرفش اصلا ان في مصنع اسمه مصنع الاس اي دي موجود في جزيره ديس لوزا وما يعرفش اي حاجه عن اللي بيسالوه عنها. فرانكي بيستغرب من الكلام اللي بيقوله الراجل وبيعرف ان مفيش اي حد من اهالي جزيره ديس لوزا يعرف بالخطط اللي ديفلامينجو بيعملها ولا يعرف بمصنع الاس اي دي اللي بيصنع فواكه الشيطان. ولكن الراجل بيرجع يتكلم تاني وبيقول لفرانكي وبيقول للوفي ان هم لو عايزين يعرفوا اي معلومات فيروحوا دلوقتي للمدرج اللي بيتعمل فيه المسابقات، والمدرج دوت هو مدرج بيتعمل فيه قتالات واللي بيفوز في القتالات ديت بيفوز بالجائزه اللي بيكون المدرج محددها، وان دلوقتي في قتالات هتبدا في المدرج والقتالات ديت مشارك فيها اشخاص من حوالين العالم بس عشان يفوزوا بالجائزه اللي موجوده في المدرج. فبيستغرب لوفي وبيسال الراجل هي ايه الجائزه اللي هيفوز بيها الشخص اللي هيكسب في القتالات ديت، فبيقول الراجل ان الجائزه ديت هي فاكهه النار، وفاكهه النار ديت هي الفاكهه بتاعت ايس اللي مات في حرب المارين فورد. لوفي بيستغرب جدا وبيقول هو ازاي حد ياخد الفاكهه بتاعت اخوه وان ازاي الفاكهه ديت وصلت للمدرج هنا، ولكن الراجل بيتكلم وبيشرح لوفي وبيقول له ان اي شخص من مستخدمين فاكهات الشيطان اول ما بيموت الفاكهه بتاعته بتنتقل لاقرب شجره موجوده في المكان، وان اول ما يلاقي شخص الفاكهه ديت وياكلها بيعتبر الشخص دوت هو المستخدم الجديد للفاكهه ديت بعد الشخص الاولاني اللي مات، وان دلوقتي القتالات اللي بتتعمل في المدرج اللي هيكسب فيها هيفوز بالفاكهه ديت فاكهه النار بتاعت ايس. لوفي بيتعصب اكتر وبيقول ان هو مش هيسمح لاي حد انه ياخد الفاكهه بتاعت اخوه، وبيقرر لوفي ان هو ينضم للقتالات اللي موجوده في المدرج عشان يقدر انه يفوز بالفاكهه ديت وبعد كده يديها لاي واحد من الطاقم بتاعه. وفعلا بيبدا لوفي وفرانكي ان هم يتحركوا لحد ما بيوصلوا للمدرج اللي هيتعمل فيه القتالات، ولكن قبل ما بيدخل لوفي للمدرج بيشوف هو وفرانكي دميه بتجري من الشرطه والدميه ديت بتدخل جوه المدرج، واول ما بتدخل الدميه جوه المدرج الشرطه بتترجع وما بترضاش تقبض عليها لان الشرطه مش مسموح لهم انهم يدخلوا جوه المدرج دوت. وبعد كده بيروح لوفي وبيسجل اسمه في اسامي المشاركين في المباريات وبيسجل نفسه باسم لوسي عشان محدش يقدر انه يتعرف عليه. فرانكي بيتكلم مع لوفي وبيقول له ان عقبال ما هو يكسب المباريات ويقدر ان هو يحصل على الفاكهه بتاعت اخوه هيروح هو عشان يدور على مصنع الاس اي دي ويدمره عشان ينفذوا الخطه بتاعتهم. وفعلا بيبدا فرانكي ان هو يتحرك وبيقابل فرانكي وهو ماشي الدميه اللي كانت بتهرب من الشرطه، وبيسال فرانكي الدميه ديت اذا كانت تعرف اي حاجه عن مصنع الاس اي دي، وبتتوتر الدميه ديت جدا وبتكون مش عارفه تقول ايه، وبيتضح ان الدميه ديت تعرف بعض المعلومات المهمه عن مصنع الاس اي دي. وفي نفس الوقت بيكون لوفي دخل المدرج وقابل كل المقاتلين اللي مشاركين في القتالات. لوفي بيتحرك في المكان وبيقابل قرصان اسمه كافانكيش وبيتعرف عليه، وبيتضح ان القرصان اللي اسمه كافانكيش دوت بيكره طاقم قبعه القش جدا وبيكره لوفي جدا، لان لوفي والطاقم بتاعه اول ما دخلوا العالم الجديد حصلوا على شهره كبيره جدا، وكافانكيش اللي بقاله سنين كتيره جدا في العالم الجديد محدش يعرفه. لوفي بيسيب كافانكيش اللي عمال يفكر في الخطط المجنونه وبياخد بعضه وبيمشي، واثناء ما هو ماشي بيشوف تمثال كبير جدا موجود في نص المدرج مكتوب عليه المقاتل الاقوى في المدرج. لوفي بيستغرب وبيكون مش عارف هو ايه التمثال دوت، ولكن بتيجي بنت اسمها ريبيكا وبتقول للوفي ان التمثال دوت بتاع اقوى مقاتل موجود في المدرج والمقاتل دوت اسمه كارلوس، وان المقاتل كارلوس دوت بيتقال عليه ان هو اقوى مقاتل جه على المدرج وان ما كانش في اي حد بيقدر يهزمه وان كان من صعب ان اي حد يدخل ضده قتال، ولكن رغم كل الكلام اللي اتقال عليه دوت الا ان محدش يعرف هو المقاتل دوت راح فين ومحدش اصلا يعرف شكله، واكنه كان وحي من الخيال واكن اصلا كل القصه ديت كانت مجرد اسطوره. لوفي بيستغرب من كلام ريبيكا، ولكن ريبيكا بتقول لوفي ان هو ما يركزش في الحاجات ديت ويركز بس في القتالات اللي هو جاي عشانها، وان هو يستعد كويس لان هو ممكن هما الاثنين يتقابلوا في القتالات ولو اتقابلوا فهي اللي هتهزمه. وبنعرف بعد كده نوعيه القتالات اللي هتحصل جوه المدرج وكمان الطريقة
الطريقة اللي هيتم ادارتها بيها. وبيتضح ان كل المقاتلين اللي شاركوا كلهم في القتالات هيتقسموا لاربع مجموعات، المجموعة الف والمجموعة ب والمجموعة ج والمجموعة د، وكل مجموعة من المجموعات ديت هيفضلوا يقاتلوا بعضيهم لحد ما يبقى مقاتل واحد من كل مجموعة. يعني المجموعة الف اول ما تنزل لساحة القتال هيفضل كل اللي موجودين في المجموعة الف انهم يقاتلوا بعضيهم لحد ما يبقى واحد بس من المجموعة الف، ودوت هو اللي هيتأهل للنهائي. ونفس الكلام هيحصل في باقي المجموعات لحد ما يبقى اربع اشخاص من كل مجموعة شخص واحد بس، والاشخاص الاربعة دوت هيتقاتلوا ضد بعضيهم، واللي هيفوز هو اللي هيحصل على الجايزة. بيتم بعد كده تقسيم المجموعات، وبيكون لوفي في المجموعة جيم، وبتكون ريبيكا في المجموعة دال، وبيبدأ بعد كده التحضير للقتال وهو قتال المجموعة الف. وفي نفس الوقت خارج مدرج القتالات بنشوف الراجل الاعمى اللي شافه طاقم قبعة القش، وهو بيتكلم مع جندي من البحرية وبيقول له ان هو يركز كويس جدا لان الامور هتبدأ انها تزداد صعوبة. وبيتضح ان الراجل الاعمى دوت هو جندي في البحرية، ولكن مش جندي عادي لان هو ادمرار في البحرية، وان الراجل الاعمى دوت هو الادمرار في جاتورا اللي تم تعيينه جديد بعد حرب المارين فورد. وبنشوف ان في جنود من البحرية متوزعين في كل حتة في جزيرة ديس لوزا ومستنين اي اوامر من الادمرار عشان يبدأوا ان هم يتحركوا. وشكل جزيرة ديس لوزا ديت وراها سر كبير مخليها ادمرار من البحرية شخصيا يجي للجزيرة عشان يراقب كل اللي فيها. وبنرجع تاني للمدرج وبنشوف ان لوفي قابل شخص، والشخص دوت هو بيلامي، الشخص اللي قابله لوفي قبل ما يطلع لجزيرة السماء. لوفي بيحاول ان هو يتخفى من بيلامي عشان بيلامي ما يعرفوش، ولكن بيلامي بيعرف لوفي وبيقول له ان هو عارفه حتى لو اتنكر باي تنكر. لوفي بيستغرب وبيسال بيلامي هو ايه اللي بيعمله هنا، فبيقول بيلامي ان هو جاي هنا بس عشان يرضي شخص ومش جاي عشان يحصل على الجايزه. والشخص اللي عايز بيلامي ان هو يرضيه هو دفلامينجو، لان بيلامي كان عايز ينضم لطاقم دفلامينجو، ولكن دفلامينجو رفض وقاله ان هو ضعيف، فعشان كده بيلامي انضم للقتالات عشان يثبت ان هو قوي، وان لو بيلامي قدر انه يثبت ان هو فعلا قوي وقادر ان هو يتحمل المسؤوليه دفلامينجو هيقبله في الطاقم بتاعه وهينضم بيلامي لدفلامينجو في الطاقم بتاعه. وبيمشي بعد كده بيلامي هو بيقول للوفي ان هما الاثنين هيتقابلوا في النهائي. وفي نفس الوقت بتكون القتالات بتاعت المجموعه الف خلاص بدات، وبدا كل المقاتلين اللي موجودين في المجموعه الف انهم يقاتلوا بعضيهم، وبتفضل القتالات شغاله بين محاربين المجموعه الف لحد ما بيبقى محارب واحد بس وهو اللي بيقدر انه يهزم كل المحاربين وما بيقدرش حد ان هو يهزمه. وبيتم الاعلان ان المحارب المقنع دوت هو اللي فايز في المجموعه الف وان هو المتاهل للنهائي من المجموعه الف. المقنع بيفرح جدا وبيقلع القناع بتاعه، وبيتضح ان المقنع دوت هو قائد الفرقه الاولى لقراصنه اللحيه السوداء تيتش بوزس بوركيز. لوفي بيتضايق جدا اول ما بيشوف بوركيز اتاهل للنهائي، وبيقول ان هو مش هيسمح لاي حد ان هو ياخد الفاكهه بتاعت اخوه. وبتمر بعد كده الساعات لحد ما بتبدا الجوله الثانيه، الجوله بتاعت القتالات المجموعه ب، وبيبدا كل اللي موجودين في المجموعه ب انهم يقاتلوا بعضيهم، وبيكون في اشخاص اقوياء جدا موجودين داخل المجموعه ب زي واحد اسمه بارتولومي، وكمان بيلامي، وكمان ملك اسمه الملك اليزابيث الثاني. والملك اليزابيث الثاني دوت ملك بيستخدم تقنيه قويه جدا، والتقنيه ديت ما بيستخدمهاش غير مره واحده، عشان كده بيستنى الوقت المناسب عشان يبدا انه يستخدم التقنيه ديت. وبيفضل كل اللي موجودين في المجموعه بين ان هم يقاتلوا بعضيهم، وبتبدا القتالات انها تزداد خطوره وتزداد قوه لحد ما الملك اليزابيث الثاني بيكون حضر الضربه بتاعته. الملك اليزابيث الثاني بيستخدم الضربه بتاعته وبيقضي على كل الاشخاص اللي موجودين في حلبه القتال وبيخلص عليهم كلهم، ولكن الوحيد اللي ما بيتاثرش بضربه الملك اليزابيث هو بارتولومي، لان بارتولومي عنده في قوه فكه الشيطان اللي بتعمل الحواجز واللي بيقدر انه يتصدى بيها لاي حاجه. بارتولومي بيستخدم ضربه الحاجز وبيقدر انه يقضي على الملك اليزابيث، وبينتصر بارتولومي في قتالات الجوله الثانيه قتالات المجموعه ب. لوفي بيكون واقف هو وكافانكيش وشايفين كل اللي بيحصل، وعرفوا ان بارتولومي هو اللي انتصر في قتالات الجوله الثانيه. واثناء ما لوفي واقف هو وكافانكيش بيجي راجل عجوز وبيقف جنب لوفي وبيقول له يبقى سلم لي على جد الجرب. لوفي بيستغرب وبيسال الراجل العجوز دوت هو انت تعرف جد جرب منين، فبيقول الراجل العجوز ان هو يعرف جد جرب كويس لان جد جرب كان هيقتله قبل كده. كافانكيش بيتضايق جدا بعد ما بيعرف ان دوت هو لوفي الحقيقي، وان لوفي كان بيخدعه وهو بيكره لوفي وكان عايز ينتقم منه. الراجل العجوز واللي اتضح ان اسمه تشينجاو بيبدا ان هو يهاجم لوفي، وكمان كافانكيش بيكون عايز يهاجم لوفي هو كمان وعايز يخلص عليه. لوفي بيتفادى ضرباتهم وهو مستغرب هما بيهاجموه ليه، ولكن الراجل العجوز تشينجاو بيبدا ان هو يقول للوفي ان هو هينتقم منه ويخلص عليه بسبب اللي جده عمله فيه. لوفي بيستغرب اكتر وبيكون مش فاهم اي حاجه، ولكن الراجل العجوز بيكون عايز يقتل لوفي ويخلص عليه، ولكن اتباع الراجل العجوز بيمنعوه وبيقولوا له ان هو ما ينفعش انه يقاتل لوفي هنا لان كده هيطلعوهم بره المدرج، وان هم لازم يستنوا لحد ما القتال بتاعهم يبدا، والقتال بتاعهم دوت هو قتال المجموعه جيم واللي الراجل العجوز دوت منضم ليها عشان يقتل لوفي ويخلص عليه. ولكن الراجل
العجوز تشينجاو بيكون مش عايز يتراجع وبيفضل يدور على لوفي اللي هرب منه واستخبى في حتة تانية عشان مش عايز يدخل في قتالات. وفي نفس الوقت خارج المدرج بيكون فرانكي ماشي مع الدمية اللي قابلها واللي اتضح ان اسمها جندي واللي اتضح كمان انها تعرف معلومات مهمة عن مصنع الاس اي دي. فرانكي بيسأل جندي وبيقول له هي ايه المعلومات اللي يعرفها عن مصنع الاس اي دي، فبيقول جندي لفرانكي ان هو يعرف كل حاجة عن المصنع ويعرف كمان مكان المصنع في الجزيرة. فرانكي بيقول لجندي ان هو يقول له دلوقتي على مكان المصنع عشان يدمر المصنع ويخلص عليه وكده يكون نفذ المهمة بتاعته. ولكن جندي بيقول لفرانكي ان المصنع دوت فيه اشخاص ابرياء شغالين فيه وان هما مش لازم يدمروا المصنع دوت عشان لو دمروه هيدمروا الاشخاص الابرياء اللي موجودين جواه، وان هما لازم الاول ينقذوا الاشخاص اللي موجودين جوا المصنع وبعد كده يبداوا في عملية تدمير المصنع. فرانكي بيستغرب اكتر وبيقول لجندي طب هما ازاي هيوصلوا للمصنع دوت ولا ازاي هينقذوا الاشخاص اللي موجودين جواه؟ فبيقول جندي لفرانكي ان هما دلوقتي هيروحوا لمكان اسمه حقل الزهور وهناك هيفهم كل حاجه. وفعلا بيبدا جندي وفرانكي ان هما يتحركوا عشان يروحوا للمكان اللي اسمه حقل الزهور. ومن الناحيه الثانيه عند المجموعه اللي مسؤوله انها تسلم سيزر واللي متكونه من ترافراجلو وروبن واسوب، وسيزر اللي هيتم تسليمه بيكون وصلوا عند الجسر اللي هيقابله عنده دفلامينجو. ترافراجلو اللي معاه بيبداوا ان هما يتحركوا على الجسر عشان يعدوا الناحيه الثانيه ويقابلوا دفلامينجو، وفعلا بيعدوا كلهم للناحيه الثانيه وبيوصلوا للجزء الثاني من جزيره ديس لوزا. روبن بتبص حواليها عشان تعرف هو ايه اللي بيحصل في المكان، ولكن ما بتلاقيش اي حاجه وما بتلاقيش بس غير سفينه بحريه موجوده في المكان. روبن بتستغرب وبتقول ان سفينه البحريه ديت باين عليها انها لسه واصله للجزيره وان باين كده ان في حاجه غريبه بتحصل في الجزيره ديت وحاسه ان كل اللي بيعملوه دوت غلط. ولكن ترافراجلو بيقول لروبن انها ما تركزش في الحاجات ديت وانهم لازم ينفذوا الخطه بتاعتهم ويخرجوا من الجزيره قبل ما يلفتوا اي انتباه، وان هي واسوب دلوقتي يدخلوا الغابه ويستخبوا فيها لحد ما يديهم الاشاره، والاشاره ديت هي اشاره الهجوم على دفلامينجو اول ما يظهر. وفعلا بتتحرك روبن واسوب عشان يدخلوا الغابه، وبيفضل ترافراجلو قاعد لوحده مستني دفلامينجو يجي عشان يسلم له سيزر كلاوين. روبن واسوب بيفضلوا ماشيين في الغابه لحد ما حد بيهدف عليهم كور غاز منوم بتخليهم يغبوا عليهم هما الاثنين. وفي نفس الوقت بتكون فايروت وصلت سانجي للمكان اللي موجود فيه المجرمين اللي بيضايقوها وقالت لسانج ان هما دولت المجرمين اللي بيضايقوها، وطبعا سانجي بيتعصب جدا وبيدخل على المجرمين اللي كانوا بيضايقوا فايروت وبيمسك المجرمين كلهم وبيجلدهم حرفيا وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. فايروت بتفرح جدا وبتحضن سانجي وبتشكره، ولكن سانجي بيفرح اكتر لان فايروت حضنته، ولكن بيتفاجئ سانجي ما بيلاقي ان فايروت قيدته باحد القيود وبتقول له انها لازم تقتله دلوقتي. سانجي بيستغرب وبيكون مش فاهم اي حاجه، ولكن فجاه بيظهر المجرمين اللي سانجي ضربهم وبيضربوا كلهم سانج، وبيتضح ان فايروت ديت هي واحده من طاقم دفلامينجو وان هدفها انها تقتل سانج وتخلص عليه. فايروت بتستخدم قوه فكه الشيطان بتاعتها واللي هي عباره عن قدره بتخليها تشوف اي حاجه حواليها على بعد 2000 متر، وكمان بتخليها تشوف اي حاجه موجوده جوه عقول الناس. فايروت بتضحك وبتقول لسانج ان خطته خلاص اتكشفت وان مفيش اي حد هيقدر انه يوقف دفلامينجو وان دفلامينجو كان بيخدعهم كلهم وهم اللي اتخدعوا ووقعوا في الفخ بتاعه. ولكن سانجي بيقول لفايروت انها تبطل ضحك وتبطل تدعي انها مبسوطه وانها بتنفذ الاوامر بتاعه دفلامينجو وهي فرحانه وهي بتنفذها غصب عنها، وان وشها باين عليه الحزن وباين جدا انها حزينه وانها بتنفذ اوامر انها تقضي عليه وتقضي على طاقم قبعه القش وهي مغصوبه انها تعمل كده. فايروت بتتعصب جدا وبتهاجم سانج وبتقول له ان هو يبطل ان هو يتكلم عليها، ولكن سانج بيقول لفايروت ادام هي اتعصبت كده فكل الكلام اللي قاله صح، وان هي اكيد بتعمل كل دوت وهي مغصوبه عليه، وان اكيد دفلامينجو بيخدعها وان هي لازم تبطل كل اللي بتعمله دوت لان دفلامينجو مش هيبطل في خداعها. وفايروت بتتاثر جدا من كلام سانج وباين كده ان فعلا دفلامينجو بيخدعها وان فعلا فايروت بتعمل دوت وهي مغصوبه عليه. المجرمين اللي موجودين مع فايروت بيحاولوا انهم يهاجموا سانج عشان يخلصوا عليه، ولكن فايروت بتهاجمهم باستخدام تقنيتها وبتخلص عليهم وبتحرر سانج من القيود اللي كانت متقيد بيها. فايروت بتعتذر من سانج وبتقول انها اسفل انها قيدته وان هو كان بيتعامل معاها بلطف وان هي فعلا بتكره دفلامينجو وعايزه تتخلص منه. سانج بيقول لفايروت ان مفيش وقت دلوقتي للاعذار وان هم لازم يتحركوا دلوقتي عشان يقابل اعضاء الطاقم بتوعه، ولكن فايروت بتقول لسانج ان هي لازم الاول توريه خطه دفلامينجو عشان يحذر اصدقائه من خطه دفلامينجو المجنونه. وبنرجع فلاش باك وبنشوف ان بعد ما دفلامينجو اتخلى عن منصبه كشيتشو بوكاي وكمان اتخلى عن حكم ديس لوزا، اهل ديس لوزا كلهم اتعصبوا وكانوا مش مصدقين ان دفلامينجو اتخلى عنهم بالسهوله ديت. ولكن واثناء ما اهل جزيره ديس لوزا متعصبين وصلت سفينه بحريه للجزيره، والسفينه ديت كان عليها اعضاء من السايفر بول، والسايفر بول هي عباره عن منظمه كبيره تابعه للحكومه العالميه ما بتنفذش الاوامر غير من الاعضاء الكبار جدا اللي موجودين داخل الحكومه العالميه.
واتكلم وقتها السايفر بول مع اهالي جزيرة ديسلوزا وقالوا لهم ان كل الاخبار اللي طلعت بان ديفلامينجو اتخلى عن منصبه هي مجرد اشاعات، وان ديفلامينجو ما اتخلاش عن منصبه، وان هما مش عارفين هو مين الشخص اللي نشر الاشاعه ديت في العالم، فعشان كده هما يخلوا الموضوع سر لحد ما يكتشفوا هو مين الشخص اللي نشر الاشاعه ديت. وصدق وقتها اهالي جزيرة ديسلوزا السايفر بول وقالوا ان هما مش هيقولوا لاي حد على السر بتاع ديفلامينجو، وان ديفلامينجو لسه موجود في الحكم بتاع ديسلوزا. فاروت بتكمل كلامها وبتقول ان ديفلامينجو دلوقتي بيخضع اعضاء طاقم قبعات القش كلهم عشان يقضي عليهم ويخلص عليهم واحد ورا التاني، وخاصة ترافراجيلو. سانجي بيتصدم اول ما بيسمع كلام فاروت، وبياخد فاروت وبيبدا ان هو يتحرك عشان يروح يحذر اعضاء الطاقم من خطة ديفلامينجو. وفي نفس الوقت بنشوف الادميرال فيجيتورا اللي موجود في الجزيرة وهو بيتكلم مع احد الاشخاص، وبنعرف هو ايه هدف الادميرال فيجيتورا من تواجده في الجزيرة. وبيتضح ان هدف الادميرال فيجيتورا هو معرفة ديفلامينجو على حقيقته، لان الاخبار اللي اتنشرت بان ديفلامينجو اتخلى عن منصبه ما خدعتش بس الاشخاص العاديين، انما كمان خدعت الحكومه. وعلشان كده بعتت الحكومه الادميرال فيجيتورا للجزيره عشان تتاكد من اللي بيحصل بالظبط وتعرف هو ايه اللي بيحصل في الجزيره ديت. وفي نفس الوقت بيكون فرانكي لسه ماشي مع الدوميا جندي، واثناء ما هما ماشيين بيسال فرانكي الدوميا جندي هو مين اللي اخترعهم وخلاهم يفكروا كده زي البشر ويتكلموا كده زي البشر. فبيقول الدوميا جندي لفرانكي ان مفيش حد اخترعهم، وان هما اصلا بشر وتم تحويلهم لدوما، وان اللي حولهم لدوما هي بنت موجوده داخل طاقم ديفلامينجو بتلمس اي شخص بايديها بتحوله لدوما عن طريق فاكهه الشيطان بتاعتها. ولكن المشكله مش في انهم يتحولوا لدوما، انما المشكله بان اي شخص بيتحول لدوما كل ذكرياته في العالم دوت بتختفي ومحدش بيفتكره ولا بيعرف هو مين. يعني لو انت بشري وتحولت لدوميا فكده كل الاشخاص اللي كانوا يعرفوك هينسوك، وهينسوا اصلا انهم كانوا يعرفوا شخص زيك، وهينسوا اصلا كل ذكرياتهم معاك. فرانكي بيتصدم بعد ما بيسمع كلام جندي، وبيعرف ان ديفلامينجو شخص خطير جدا ولا يستهان به ابدا. ومن الناحيه الثانيه بيكون زورو اخيرا قدر انه يمسك الجنيه اللي كانت واخده السيف بتاعه، وقدر انه يرجع السيف بتاعه مره ثانيه. الجنيه بتخاف جدا من زورو، ولكن زورو بيقول لها ان هو مش هيأذيها، ولكن تقول له بس هو ايه اللي بيحصل في الجزيره ديت. ولكن الجنيه بتخاف جدا وبتقول لزورو انها لازم تتحرك دلوقتي وتروح بسرعه لحقل الزهور عشان تقول للقائد بتاعها على كل اللي بيحصل. زورو بيستغرب وبيسال الجنيه هو ايه اللي بيحصل، فبتقول الجنيه انها شافت اعضاء طاقم ديفلامينجو بيتحركوا في الجزيره، ودوت معناه ان ديفلامينجو بدا في تنفيذ الخطه بتاعته، وان ديفلامينجو دلوقتي بدا في عمليه الهجوم على اعضاء طاقم قبعه القش والتخلص منهم واحد ورا الثاني. زورو بيتصدم اول ما بيسمع كلام الجنيه وبيقول لها ان هو واحد من اعضاء طاقم قبعه القش ولازم يعرف هو ايه اللي بيحصل بالظبط في الجزيره ديت. الجنيه بتقول لزورو ان هو ما يقلقش، وان هو يجي دلوقتي معاها لحقل الزهور، وهناك هتوري له كل اصدقائها وكمان هتقول له على كل حاجه. وفعلا بيبدا زورو انه يتحرك مع الجنيه ديت عشان يروحوا هما الاثنين لحقل الزهور. ومن الناحيه الثانيه بتفوق روبن وبيفوق اسوب من الاغماء اللي هما فيه بعد ما اغمى عليهم، وبيلاقوا نفسهم مربوطين من اشخاص غريبه، والاشخاص دولت هما الجنيات. والجنيات دولت هم عباره عن اجسام صغيرين عندهم مملكه صغيره داخل جزيره ديسلوزا، والجنيات دولت بيكرهوا ديفلامينجو جدا وبيكرهوا الحكم بتاعه وعايزين يقضوا عليه. واحد من الجنيات بيتكلم مع روبن وبيقول لها انها اكيد تابعه لديفلامينجو عشان كده جت للمملكه بتاعتهم عشان تقضي عليهم. ولكن روبن بتقول للجنيات انها مش تابعه لديفلامينجو، وان هي اصلا جايه للجزيره ديت عشان تخلص على ديفلامينجو. ومن غير اي تردد الجنيات بيصدقوا روبن، وبيتضح كمان ان الجنيات دول طيبين جدا وبيصدقوا اي حاجه من مجرد بس ان شخص يقول لهم عليها. الجنيات بتفك روبن من القيود اللي كانت مقيدها بيها هي واسوب، وبتقوم روبن وبتبص في الساعه بتاعتها وبتعرف انها اتاخرت على ترافراجيلو لانهم كانوا المفروض يتقابلوا في وقت معين. وفي نفس الوقت بيكون ترافراجيلو واقف ومستني ديفلامينجو عشان يسلم له سيزر، ولكن بيتصل سانجي بترافراجيلو وبيقول له على كل حاجه، وبيقول له ان هو يهرب دلوقتي لان كل دوت مجرد فخ، وان ديفلامينجو كان بيخدعهم كلهم، وان هو ما تخلاش عن حكم ديس لوزا، وكمان ما تخلاش عن منصبه كشيتش بوكاي، وان كل اللي بيعمله دوت هو مجرد خطه عشان يوقعهم كلهم. ترافراجيلو بيتصدم وبيقول ان هو لازم يحذر روبن ويحذر اسوب عشان يهربوا كلهم من المكان. ولكن بتظهر فجاه روبن من تحت الارض وبتقول لترافراجيلو على كل اللي حصل معاها هي واسوب، وان هما الاثنين دلوقتي موجودين في مملكه الجنيات. ترافراجيلو بيتصدم اكتر وبيعرف ان هو دلوقتي موجود في المكان لوحده، وبيحاول ترافراجيلو ان هو يهرب من المكان، ولكن بيلاقي في وشه الادميرال فيجيتورا وجنود البحريه. وكمان بيظهر ديفلامينجو اللي بيقول لترافراجيلو ان هو يسلم له سيزر دلوقتي. ترافراجيلو بيتصدم وبيعرف ان نهايته قربت، لان هو دلوقتي في مواجهه شخصين من اقوى الاشخاص، ديفلامينجو وكمان واحد من ادميرالات البحريه فيجيتورا. ترافراجيلو في موقف لا يحسد
عليه. شكل كده الموضوع قلب بجد وترافراجيلو في كارثه كبيره. يا ترى هو ايه اللي هيحصل لترافراجيلو بعد كده؟ وكمان هو ايه مصير طاقم قبعه القش داخل جزيره ديس لوزا؟ وهل هيقدروا انهم ينفذوا الخطه بتاعتهم ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ استنونا في الجزء القادم من حكايه لوفي، وسلام.